تهاجم الفيروسات والبكتيريا أجسامنا بحثاً عن الدفء والغذاء. إنها تدخل عبر الأنف والفم والجروح ثم تتكاثر، لكن جسمنا متأهب لحمايتنا منها، ففيه ملايين الجنود تتعرف على العدو وتقضي عليه. إنه الجهاز المناعي. أولها الخلايا الكبيرة الموجودة في الدم، الكريات البيضاء. فبمجرد أن تتعرف على الفيروس تبتلعه وتقطعه إلى أجزاء تندمج مع جدار الكريات إلى أن يلفظها الجسم. عادة يكون هذا كافياً للتخلص من الأعداء، لكن إذا ازدادت شراسة العدو فإن الكريات البيضاء تلجأ إلى خلايا أقوى تسمى الكريات اللمفاوية تي، ونراها هنا باللون الأخضر. وتلجأ هذه الكريات اللمفاوية بدورها إلى خلايا أخرى تمدها بأسلحة مناسبة للقضاء على كل نوع من الفيروسات. إنها الأجسام المضادة. أما إذا لم يجدي كل هذا فستستنجد الكريات اللمفاوية بالخلايا الملتهمة. إنها تشبه العنكبوت وتدمر خلايا جسمنا المصابة. فتدور معركة كبرى لن ينساها جسمنا، وكلما صادفه العدو نفسه سيقضي عليه بسرعة.